يعني النهارده تبص في مصر اليوم تلاقي الاستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي والنائب البرلماني الان بيقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بمفرده ولا ينام سوى 4 ساعات فقط يوميا. يعني هو لما الرئيس بيدخل ينام او بعد ما ينام بيدي لحضرتك رنه، بيكلمك على الواتساب، بيديك حضور وانصراف. الكلام ده يخلينا نسال، هو الرئيس بيقول الكلام ده بنفسه؟ وبعدين يا استاذ مصطفى انت كاتب كبير المفروض تجدد شويه، بلاش تقول نفس الكلام اللي كانت بتقوله ام احمد اللي هي زوجة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، لما كانت تقعد تقول لك الرئيس ما بينامش والرئيس بيقعد يعيط على مخدته، ده بنجدد. وبعدين هو في معلومات عن مواعيد نوم اي رئيس في الدنيا ينفع تطلع؟ مش دي برضو امور امنيه؟ مش خايف من تسريب معلومات عن الرئيس يا استاذ مصطفى عشان المؤامرات الكبيره؟ ثم حضرتك عاوز تجامل الرئيس، بلاش تبخس الناس اشيائها وجهدها وتدمر صوره الرئيس نفسه. وما ينفعش تطلع تقول الناس الرئيس بيشتغل منفردا ولوحده، حضرتك كده بتضر الرئيس، حضرتك كده بتضر مصر كلها يا استاذ مصطفى، لانك اولا بتلغي جهد كل الناس اللي بتشتغل حوالين الرئيس او في مؤسسه الرئاسه، ثانيا بتقول للناس ان مصر مش دوله مؤسسات، ثالثا بتقول للناس ان الرئيس بيشتغل لوحده لانه ما بيعرفش يختار ناس تشتغل معاه. ده مجمل كلامك يا استاذ مصطفى. وبعدين انا اسف، ركز شويه علشان ما تعملهاش لما تيجي تكحلها. تبص بقى على يوم السابع تلاقي الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر رزق بيتكلم كمان في موضوع مهم جدا، كان مصر ناقص احنا يعني خلاص ما كناش عارفين نعيش ازاي. الرئيس لما بيتكلم عن مواطنين بيعيط طول الوقت، فبالتالي بيلبس النضاره السوداء طول الوقت. على فكره الرئيس ما بيلبسش النضاره السوداء طول الوقت لما بيكون خارج بس اماكن مفتوحه عادي جدا زي اي حد. مش فاهم انت ليه مكبر الموضوع يعني زي اي حد. فالاستاذ ياسر قال له ما تتكسفش من عينيك. ايوه يعني حضرتك برضه عاوز تجامل الرئيس، فبلاش حكايه الدموع، علشان القصص دي لما بتوسع بتخلي الناس تتاثر او بتخليها تاخدها في مواقف كوميديه او مواقف تسخر منها، وبالتالي تاكل من صوره المسؤول او الرئيس. تروح لموقع البدايه تلاقي الاستاذ مصطفى بكري بيرجع لنا تاني بيتكلم مباشره باسم الرئيس وبيقول في موقع البدايه وبيقين كامل الرئيس مش عاوز يعدل الدستور ابدا، وكتر خيره انه يقبل يكمل معانا فتره تانيه. هو قال لك كده؟ يعني انت عاوز تقول للناس ان الرئيس بتاعكم بيمن عليكم بيعايركم؟ بس سبحان الله يا اخي، عشان تعرف ان هو مش اللي قال له كده، سبحان الله نفس الاستاذ اللي هو الاستاذ مصطفى بكري اللي اتكلم في مصر اليوم من 3 اسابيع اتكلم باسم الرئيس برضه في مصر اليوم وقال ان الرئيس عاوز يعدل الدستور، وقال نصا ان برنامج الرئيس هيتعطل لو الدستور مش تعدلش. يعني النهارده مش عاوز يعدل وامبارح مش عاوز او امبارح عاوز يعدل. فده يبين لك قد ايه التهريج اللي بيحصل، يبين لك قد ايه ان الناس دي لا عارفه حاجه وتتكلم اي حاجه. تروح بقى لجريده البوابه تلاقي الاستاذ ياسر رزق راجع تاني بيتكلم باسم الرئيس ويقول لك ان انطباع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومه ان اداؤه جيد ومتميز في عمله وله انجازات. يعني هو برضه استاذ الرئيس بنفسه قال لحضرتك انطباعه؟ طيب انت من التصريح ده بتقول للمصريين ان الرئيس بيختار بالانطباعات؟ يا جماعه ركزوا شويه، حتى وانتوا بتحاولوا تجاملوا وانتوا بتحاولوا تنافقوا ركزوا شويه علشان بدل ما تكحلوها بتعموها. تروح بقى لليوم السابع تلاقي الراجل الراشي في اي حاجه الشيخ مظهر شاهين يقول لك انه الرئيس مكبل يديه مكبله مش عارف يشتغل بسبب الدستور. هو كان الرئيس اشتكى لك يا شيخ مظهر ولا ايه؟ ما الرئيس طلع مليون مره وقال لا انا ما عنديش مشكله ونفى الموضوع ده. شكلك انت ايه بقى دلوقتي؟ تروح بقى للمصر اليوم تلاقي ألفة تجيله وطباخ الصحافة الأستاذ مصطفى أستاذ ممتاز القط المعروف أكتر بلقب كاتب طشة الملوخية طالع يقول لك إن التجاعيد ظهرت في وجه السيسي بسبب هجوم الشعب، وفي موقع مصراوي يطلع يقول لك السيسي بيفاصل كويس، وفي موقع الوفد يطلع يقول لك السيسي محروم من الشوبينج والفسح في أمريكا. أيوه هو الرئيس كان اشتكى لحضرتك من الحاجات دي ولا إيه؟ سبت كل حاجة ورايح عن دي؟ تروح بقى على جريدة الوفد تلاقي الاستاذ احمد موسى قرر يعين نفسه متحدثا باسم الرئاسه وطلع للناس يوم الانتخابات يقول لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي غير سعيد بنسب المشاركه في الانتخابات. هو انتوا عارفين كل حاجه خلاص؟ عارفين مشاعر الرئيس اللي ورا نظارته السوداء اللي جوه عينيه اللي جوه قلبه اللي جوه صدره اللي جوه نواياه؟ الرئيس بتاعنا للدرجه دي مكشوف لكل الناس؟
باختصار وبلغة عربية واضحة عشان نفهم كلنا، ما تكلمش صيني. الدببة في كل مكان بتتكاثر وتنتشر، وإذا كان الرئيس أو الدولة بتظن إن هي قادرة على ترويضها، لأ، في جزء تاني من الكدر في صورة تانية مخالب هذه الدببة بتنهش في شعبية الرئيس، وبتنهش في شعبية الدولة وفي استقرارها، وبتحولها إلى دولة قابلة للسخرية منها طول الوقت. الخطر موجود في الأوتاد والأعمدة اللي أنت بتظن إن هي أعمدة الخيمة. لأ، مش كل مدافع واقف بيدافع في فرقتك مضمون، مش شرط تبعك لما دخل جون في نفسه. الخيمة تحتاج إلى تطهير، والتطهير لن يحدث إلا بحركة من يد الرئيس تمنع كل المتاجرين والمتحدثين باسمه من تكرار هذه الجريمة. زمان كان في قصة تراثية كده غريبة جدا، قصة طول الوقت بنقعد لك الدبة اللي قتلت صاحبها. بتقول لك كان في واحد ماشي في أرض صحراء، وبعدين فجأة تعب، وفجأة لقى دب واقع في قلب فخ عمله له صياد، فراح أنقذ الدب ده من الفخ. الدب قرر إن هو يمشي جنب الراجل الطيب ده علشان يحميه من الوحوش اللي موجودة في الصحراء. وبعدين الراجل نزل تحت شجرة ونام شوية، فالدب شاف دبانة حشرة بتضايقه وهو نايم، فراح علشان يهشها فضربه فوق راسه فمات، موته وهو يظن انه يحميه. دي بالظبط شبه ينافقه وهو يظن انه يحميه. نشوفكم بعد الفاصل.